كلب ولا اغلى ملعب نتلاه الاخر بكلب خير من نتلاه بالعباد. التوانسه مصروفهم برشا داكوردو، اما يكذب عليك يقول لك واحد ما عندوش فلوس. اليوم جيت من كرتاش. من كرتاش. جيت السوق منصف بي علاش؟ حبيت باش جيت باش نحب نشري كلايب كلب بلي. اخي نلقى شيء قوي ياسر. انت مغروم بالكلاب؟ اي مغروم اختي بالكلاب. شنو هو النوعية اللي مغروم بها؟ انا ماذا بيا نحب على البيت بول ولا حاجة كي كاسحة. اي. بقى جيت نلقى الكلب ولا اغلى من العبد. قديش الاسوام؟ غاليين ياسر، 200 250 300، مازال صغير. انت تربي في الكلاب ولا ليه؟ لا ما ربيش انا، اما توا وليت نحب نكسب كلب. علاش؟ نحب نفحه ماني طويلة. ديجا في المده الاخرانيه لاحظنا انه برشا ناس وليت تحب تشري الكلاب. وليت عندها غرام بالكلاب. فما ناس عاملينهم للديفونس. اي. باش يفرضوا قوتهم على العباد الاخرين. وفما ناس عاملينهم للكيف والواحد كل شيء. وانت؟ انا باش نعملوا للكيف. انا ريتريتي طويقة ما عندي ما نعمل. ولادي كل معرسين وواحد ما عندي ما هذا شيء فاضي شغل. لكن نتلاقي الاخر بكلب خير من نتلاقي بالعباد. والله يا عز حاجه قلتها. تحس انه فما برشا لهوى بالناس. يا سر اختي يا لطيف. شيء مهول. التونسي ديما يشكي ويبكي ويقول اللي هو ما عندوش فلوس وما عندوش يعني الامكانيه اللي هو باش يعيش. اليوم نلقاو التوانسه مقبلين على شراء الحيوانات. اما المصروف نتاعهم برشا. التوانسه مصروفهم برشا داكوردو. هبا يكذب عليك يقول لك واحد ما عندوش فلوس. يهون التونسي على التونسي يطيح ويقوم ويجيب الفلوس. خدامه يخدم ويخدم حتى ما يخدمش بيديه يخدم بمخه. والمدام قابله فكره انه يكون فما كلب في الدار؟ المدام ما عادش عندي فيها وقت. ولات عند بنتها هذيك معارسه عند بنتها الاخرى. معناتها سيليباتير انا تو. دونك ولا ونيسك هو الكلب. ونيسي هو الكلب سي والي. تولي تصرف على الكلب خير تصرف على المراه. لا المراه ما تسحقنيش عندها شهريتها. عندها شهريتها. دونك وليت تويك الكلب هو اللي باش تاسس له شهريه. هو هذاك اللي باش الاخر يبدل لي جوي انا وكل ستريس وننسى شويه تونس شويه. يعطيك صحة. عايشك. شهر نهارك زين. الكلب ولا اغلى من العبد. نتلاقي الاخر بكلب خير من نتلاقي بالعباد. التوانسه مصروفهم برشا داكوردو. هذا يكذب عليك يقول لك واحد ما عندوش فلوس.